السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اولا انا مبسوطة جدا وفرحانة قوي 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 من كمية التعليقات الجميلة قوي اللي انتوا يعني بصراحة غمرتوني بيها، كمية تعليقات ايجابية حلوة قوي قوي قوي. كمان اللي هو غير التعليقات كان في روح حلوه ما بيننا كده، بصراحه انا مش عارفه اوصفها، بس اقدر اقول لكم انا متشكره جدا ليكم. في حاجات انتوا عملتوها، السبت وعلبه المناديل انتوا عملتوها، والتطبيقات بتاعتكم هايله، وان شاء الله في حلقات جايه باذن الله تعالى هبدا انزلها لكم مع بعض كده نشوفها ونحمس بعض. عايزة أقول لكم بقى إن كان عندنا مبادرة في الحلقة اللي فاتت، المبادرة دي كانت مهمة جدا ولقت نجاح كبير قوي 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 من ستات البيت. قام بها أستاذ محمد عادل سليمان تبع شركة دلتا كلين للمنظفات. بصراحة الشركة دي عملت مجهود جامد جدا مع ستات البيوت، والحمد لله المبادرة لقت نجاح كبير وهايل قوي. المبادرة دي حبايبي كانت عبارة عن ان ست البيت تقدر تشتري منتجات بمبلغ 400 جنيه، تدفع من المبلغ ده 200 جنيه بس، وطبعا باقي بتسهيلات والشركه بتعملها. وطبعا اي ست ممكن تبيع المنتجات دي من خلال صفحاتها على الفيسبوك او جيران او اهل او قرايب. يعني كانت فرصه هايله جدا لست البيت محدود الدخل او يمكن كمان معدوم الدخل، لان مبلغ قليل جدا 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 قامت بيه مبادره دلتا كلين. انا متشكره جدا لشركه دلتا كلين على المجهود الرائع اللي عملته، وبنجدد تاني المبادرة مع بعض، وبنقول يا جماعة لو أي ست بيت تقدر تعمل مشروع من غير حاجة خالص، تقدر تعمل مشروعها بإمكانيات بسيطة. النهارده بقى وانا بدور لكم كده وبنكش لكم في ستات البيوت، زي ما انتم عارفين بنعمل سيرش من وقت للتاني كده، بنجيب لكم امثله جميله كده من ستات البيوت. انا لقيت ست بيت بقى مش تقليديه، يعني في العادي ستات البيوت احنا عارفينهم، لا دي ماما جديده فحاجه صغنونه كده يعني، فقلنا ايه نجيبها نشوف الست دي عامله ايه. الست دي يا جماعه عامله حاجه هايله قوي، غير انها اكاديميه وغير انها معيده في الجامعه في احدى الجامعات الخاصه، الا انها كمان عملت حاجه حلوه قوي لست بيت لستات البيوت، وده اللي لفت نظري ليها. الست دي عملت ايه بقى؟ عملت ازاي تعلم الست اللي عندها صفحه على الفيسبوك ازاي تديرها، بتعلمكم ازاي تسوقوا شغلكم ايا كان نوع الشغل ده، خضار، اي حاجه. يعني انا شفت على صفحتها في البيج بتاعها بتقول انها تقدر تسوق، تعلمكم تسويق، فده كانت لفته كويسه قوي منها فلفتت نظري. غير كده بقى، غير انها ماما صغننه، وغير انها اكاديميه، وغير انها معيده في الجامعه، وغير انها بتعلم تسويق، لا كمان الست دي عامله بقى مشروع خاص بيها، بتسوق منتج كده يعني ليها هي، وبصراحه لها قدره هايله قوي، لها قدره هايله قوي قوي على يعني عايزه اقول لكم على التسويق، يعني بطريقه جديده بقى، يعني بتسوق بطريقه جديده. الست دي لها طرق شغاله كده بطرق جديده، ويعني عامله شغل. انا بقى مش هتكلم عنها كتير، انا هسيبها هي تتكلم عن نفسها. معايا بقى حبيبتي ساره، ومعاها اختها البنوته الصغنونه بتساعدها طبعا في التسويق هاجر. اهلا بيك يا ساره. اهلا بحضرتك، عامله ايه؟ الله يخليك يا حبيبتي. المقدمه دي لا ازاي، والله ده حقك. ازيك يا هاجر؟ الحمد لله انا تمام. ثانك يو. دلوقتي يا ساره انا لفت نظري في الصفحه بتاعتك، وانا بعمل سيرش كده بدور على ستات بيوت بقى من اللي هم ايه، مش عايزه اقول لك قروبه يعني، ومش لاقي عليكي كلمه قروبه يعني قوي، بس انت قروبه. بدور بعمل سيرش كده لقيت ايه بقى، بتعلمي ان انت شغلك او دراستك بتطبقيها عملي في صفحتك اللي انت عاملاها في الفيس. عايزاكي تكلميني كده بقى بطرق بسيطه صغننه كده، تعلمي الستات ازاي يعملوا تسويق من خلال صفحاتهم على الفيسبوك زي اللي انت عاملاها كده. الاول عايزه اوجه لهم كلهم تحيه، واقول لكل ست بيت ان هي جواها طاقه كبيره تقدر تستهلكها. صحيح. وهي جوه البيت، وهي في وسط بيتها وفي وسط عيالها. صحيح. في وسط جوزها، تقدر ان هي تدخل دخل زياده، وتقدر تحقق ذاتها، وتقدر تحقق نجاح من مجرد موبايل في ايديها. بالظبط. هو انا بالفعل الفتره الاخيره دي اكتشفت ان ناس كتير بدات تحاول تتواصل معايا ان ازاي اعلمها تسوق منتجها. صحيح. يعني بتقولي انا عندي فعلا منتج محترم وكويس، بس انا مش قادره
اظهره للناس، مش عارفه ان انا اقول للناس ايه. فيعني انا عشان ده مجال دراستي في الاول، وانا فعلا بحب الماركتنج والتسويق، وطول الوقت بحاول ابتكر افكار جديده لي، قررت ان انا اساعد ست البيت عن طريق برضو البيت، ان احنا بنفتح ابلكيشن معين بنتكلم، بشوف فكرها ايه، ايه اهدافها، ازاي توصل لها، وبساعدها بالفعل حتى لو كان المنتج مش منتجي. ده جميل. الموضوع كله انا بحبه وبعمله بحب. انا عايزاكي بقى تقولي لي واحد اتنين يعني خطوات، اول حاجه تعملها ايه؟ انا معايا الموبايل وما عنديش فكره خالص، كست بيت عاديه جدا ما عنديش فكره خالص، اعمل ايه؟ انا معايا الموبايل كده، ابدا اعمل ايه؟ هعمل البيج، ابدا اسوق ازاي بقى؟ واحد اتنين كده بالراحه لست البيت. تمام. هو اولا كل واحده فينا بتاثر في ناس حواليها. صحيح. يعني ناس بيثقوا فيها وعارفين ان هي لو خدت اكشن في اي حاجه هيبقى الحاجه اللي اختارتها دي بيرفكت، واكيد ان هي موثوقه. تمام. فهي اول ما هتبدا، يعني تقصدي التجربه الاول، هي تجرب الاول عشان يبقى كلامها فيه مصداقيه. بالظبط. وهي صح؟ كمان تجربتها بتاثر في الناس اللي حواليها بطريقه ايجابيه، فبالناس بتثق فيها وتبدا ان هي تاخد منها المنتج ده. تمام. ايا كان هو ايه، احنا مش هنحط تايتل، بس لازم يكون فيه مصداقيه عشان تستمر. طبعا. لان المصداقيه هي اساس الاستثمار. طبعا اكيد. طب هي في البدايه خالص هتبدا تفتح جروب. الجروب ليه احسن من البيج؟ لان البيج محتاجه فلوس في البدايه عشان اقدر ان انا اظهرها لكل الناس. تمام. ولكن الجروب بيعتمد ان انا اقدر ادخل الناس اللي حواليا زي دعوه كده. بالظبط. ادخل الناس اللي حواليا والناس دي تبدا ان هي تدخل ناس ثانيه، ونبدا نعمل ريفيوز على المنتجات، ويبدا الموضوع يكبر. تمام. طريقه التسويق نفسه ان انا اطلع. انت عندك طريقه هايله بقى التشويق. انا طول الوقت على الصفحه عماله تشوقي. انا بحب انا هجيب لكم وتشويق بقى، ويعني ما اقولكيش سسبنس. هو فعلا. ايوه الطرق دي جميله قوي وجديده ومستحدثه. يا ريتك بقى برضو تلفتي نظرهم ازاي يعملوها. هو انا جالي قبل كده حد قال لي كده بالنص، قال لي انا بكتشف ان انا بعد ما بقرا البوست ان انا عايزه اشتري منتج، مع اني ما كنتش بقراه عشان عايزه اشتري. صحيح. هو الموضوع كله انا بيني وبين الناس اللي معايا، انا بقالي تقريبا في الفتره بتاعه الجروب دي سنتين، فقررت ان انا والناس يبقى في بينا ترابط. صحيح. يعني شبه ان اللي بكلمها صداقة. على فيسبوك بتبقى واثقه ان انا عارفاها، حتى لو انا مش 100% او 100% انا عارفاها. صحيح. فانا بنيت الثقه دي بيني وبين الناس، فلما بهزر فهموا طريقتي. تمام. فاحنا بنبدا نعمل حاجه فاني ولذيذه ونهزر. صحيح. في نفس الوقت هي جواها مسج فعلا، والناس بتحب. هي خالتي نوسة عندك متصدره. متصدره الصفحه. يعني على فكره والله طريقه جميله جدا وهايله، مع انها بسيطه الا انها فعلا بتادي الغرض. بيبقى فعلا اسلوب للتسويق هايل. هو فعلا. ما شاء الله. ان انا في البدايه اضحكهم وابسطهم. برافو عليك. انا عايزه اقول لك ان ده اللي باين بره، احنا بنيجي ناخد الاوردرز اصلا اللي هو عشان نطلع الاوردر للشخص ده، حرفيا هو بيبقى الشات عباره عن موجه كوميدي. لو احنا بنقعد نهزر وتقولي ده انا حرقت مش عارفه ايه، ده انا دبخت ايه. والموضوع بالنسبه لي كله بيبقى فاني، لان هو البدايه عندي في البرودكتس اللي انا بقدمها او المنتجات هي مش المكسب. طيب بالنسبه بقى دور هاجر. لا دور هاجر بقى في الموضوع. تقريبا انا في وش المدفع. انا اللي في وش المدفع. تمام. انا اللي بتعامل مع الناس دايركت، اللي باخد الاوردرز بقى، بتابع معاهم لحد ما الاوردر يوصل وياكلوه ويبسطوا ويكلموني انهم اتبسطوا. تمام قوي. ده كده كويس. احنا عندنا الشركه على فكره حلوه قوي ما يبقى في تيم وورك، يعني ما يبقى في فريق كده مكمل بعضه، بيبقى هايل. وكمان الجميل قوي ان يبقوا اخوات كمان، يعني احنا فاهمين بعض. احنا عيله. احنا مش اخوات، بس انا عايزه اقول لك انا وهاجر وماما وبابا وعمر جوزي ومصطفى اخويا، احنا السته تقريبا ما حدش فينا كان ليه في الكارير ده. وانا بوجه ده لست البيت. ايوه. انك تبداي مشروع مش شرط يبقى اجدادنا هم عندهم حرفه فيه، او ان انت تكوني على درايه كامله بكل حاجه. فكره انك تعملي سيرش او انك تدوري على الحاجه دي هتقدري تكفي وتوفي بزياده، وخاصه كمان لما تكون الحاجه مطلوبه. طبعا. يعني كمان احنا شعب مستهلك بطبعه، يعني اي حاجه فيها استهلاك هتلاقينا بنجري وراها. صح. بالظبط. فاحنا نحاول يعني نشوف ايه المطلوب في السوق ونعمله. اجي بقى ارجع بقى مرجوعي للمنتج بقى اللي انت بتعمليه او بتعرضيه. ابني ده. والله ده مش منتج، هو ممكن يكون بالنسبه لي ده جميل على فكره. وانا بالنسبه لي انا شايفاه ابني. ما شاء الله. انا اولا احنا بدانا المشروع كان صدفه بحته، وده مش كلام اعلانات. فعلا بداناه صدفه بحته. انا كنت بشتغل في المجال الاكاديمي اصلا. تمام. وانا اوريدي بعمل ماسترز في الجامعه بتاعتي. وبعدين خلفت. انا كاي ست بيت مش عاجبني الوضع، مش قادره.
حاسه مش على بعضي كده. قلت انا لازم اعمل حاجه تشغل وقتي وتشغل فراغي، وخصوصا في الوقت ده كان بابايا، انا بابايا مهندس كهرباء وقرر ان هو او خرج من على المعاش، تمام، فكان فاضي. فقلت ده الوقت حبيتوا تستغلوه. ايوه فرصه فرصه. وقبل ما اكمل كلامي انا بشكر بابا قوي، الجندي المجهول حرفيا. حبيبتي بابا هو اكتر واحد حبيبتي يعني ساعدنا. هنزعل ماما كده، هنزعل ماما. لا ماما مش هتزعلهم. لان بابا حقيقي كل الناس اللي بيقولوا لي ازاي بابا اداكي فلوس تجربي في حاجه ما تعرفهاش، فعلا بابا قال عايزين تبداوا خدوا ويلا. واحنا فعلا بدانا بمبلغ لو الناس عرفته هتضحك. ليه؟ ما هي ده هي الميزه، ان انت تبداي بالمبلغ الصغير، هي دي ميزه اصلا. انا ممكن اقول كتشجيع للناس. يا ريت. والله احنا بدانا الشركه دي بدات ب 1500. والله فعلا بدانا ب 1000. لا على فكره كمان 1500 بالنسبه لست البيت اللي احنا، لا اللي احنا بنتعامل معاه قليل يعني، اقصد كتير كتير يعني. احنا كمان عايزين نبدا باقل من كده بكتير. انا قصدي ان احنا كنا في التارجت بتاعنا ان احنا هنفتح في وقت من اوقات شركه، هي ممكن تكون تبدا على فكره ولو حتى ب 500 جنيه ب 200 جنيه. هي حره، ليها مطلق الحريه. انا حابه اتكلم عن ساره. انا لسه كنت هقول لك دلوقتي انا بقى هتكلم بلغه ست البيت. انا عملت بقى مكرونه، عملت فراخ، عملت اي خضار، واتبقى لتاني يوم. انا كست بيت مش هرميه، مفيش حد اكيد طبعا. هعمل له اعاده تدوير. عشان اعمل له اعاده تدوير هدور بقى على منتج ساره اللي هو ايه بقى؟ الجبن جوستو اللي هو الجبن بانواعها. عندي انواع جبن كتير جدا يا ساره، يا ريتك بقى تبداي بقى تقولي لي زي ما بتقولي ابنك كده، اشرحي لي ولادك بقى يا ساره. في ثلاث ولاد قدام. ايوه ده غير بقى طبعا في منتجات تانية بس هي دي المتاحه معانا دلوقتي. قدرنا نجيبها. ايوه هو كل حاجة موجودة على الجروب وكل حاجة موجودة على البيج. بس أنا هتكلم في البداية على الجروب طبعاً. جوستو موزاريلا جوستو. جوستو تمام. في البداية أنا كان أول ما نبدأ، قبل ما نقرر نبدأ المشروع، إحنا قررنا أو اكتشفنا إن ماما بتعمل طول الوقت اكل اللي هو بتاع ست البيت، العيد الخضار بقى، بسله وسبانخ بقى والكلام ده، واحنا نجمع مصروفنا ونجيب كريب. مالناش علاقه. صحيح. فاكتشفت كمان كده عملت في البيت بس ده طبعا مش صحي يعني. احنا هنعمل بقى اكلنا احنا صحي، وزائد الجبنه بقى بتاعتنا. بعيد بقى عن الاكلات السريعه. ايوه انا هجيلك في النقطه دي. فبدات اشوف في البيت كده بسيط، ايه يعني الناس اللي جينا دلوقتي والاطفال بالاخص ايه التوجهات بتاعتهم. برافو عليك. لقيتهم فعلا هي دي بالنسبه لهم الاكل اللي تقريبا ممكن ياكلوه بنسبه 80% في يومهم. صحيح. طب ازاي نحول ده لحاجه مع تفيد؟ اكل صحي نحط فيه بقى منتجنا ده. لا هو المنتج نفسه صحي. ايوه دي كمان نقطه عايزه الفت نظري ليها. الجبن بتاعتنا كلها طبيعي 100% يعني، من غير مواد حافظه يا ساره. مفيش مواد حافظه. برافو عليك. مفيش اي حاجه خارجيه غير حاجات طبيعيه يعني. انا هقول لك مثلا الجبنه عندي الموتزاريلا يعني بتكلفني او بيتحط فيها 11 كيلو لبن. ما شاء الله. انت متخيله الكالسيوم اللي موجود والفيتامين اللي جوه الجبنه دي؟ وفي نفس الوقت البيبي او الناس الكبيره بتبقي ضامنه ان الولاد كلوا حاجه صحيه اوريدي يعني. حتى لو هتحطيها على اي حاجه فانت اكيد ضمنتي ان الولاد ياكلوا حاجه صحيه. هو ده الفكره. والاسعار. اوكي. الاسعار يعني انا يهمني يكون المنتج جودته عاليه، صحي، في غير مواد حافظه، وسعره هايل وكويس. هو فعلا سعره هايل وكويس. ده بالنسبه لجودته. انا عايزه اقول لك ان انا زي ما انت قلتي انا بحب التسويق. وقررت ان انا اعمل حاجات يعني تكون اوصل لست البيت ان المنتج ده قد ايه حلو، هيلثي او صحيه يعني تكون كويسه برضه. بالظبط. طول الوقت بنعمل عروض باسعار خياليه لان انا كنت عايزه اتكلم بقى في نقطه العروض دي لوحدها. انت طالما اتكلمتي فيها بقى تمام. انا بشوف ان انا كواحده كنت الاول ما بحبش اشتري اونلاين، ما عندي الثقه، بشوف ان اللي هم بيعرضوه غير اللي بيجيك. عشان كده انا قلت لك في البدايه المصداقيه. المصداقيه لازم تكوني مجربه الحاجه عشان يبقى في مصداقيه. ما ده اللي كنا قلناه، النقطه اللي اتكلمنا فيها في البدايه طبعا. ايوه. فانا بعمل طول الوقت عروض عشان اخلي ست البيت تستسهل تشتري وتجرب. جربت جت رجلها خلاص، بعد كده دي عندهاش مشكله، هتشتري بعد كده مش هتعرف تبطلني خلاص، انتهى، هتبقى ادمان بالنسبه لها، لان انا بجمع ما بين الجوده والطعم والسعر. طيب بالنسبه بقى ساره، التجربه خير دليل، وانا يلزمني بقى الحاجات دي اشوفها نظري، مش كلام ما ينفعش، انا عايزه اشوفها عملي.
انا عارفه ان انت محضره لنا طاجن. طاجن بقى اللي صفحتك او الجروب بتاعك مشهور بيه اسمه طاجن السعاده بقى. طاجن البهجه يعني اللي يشوف الوشوش الامارات دي اكيد يبقى اكيد ما يجيش من غير طاجن سعاده او طاجن بهجه. انا ما اعرفش انت مسميه ايه صراحه تحديدا. والله وانا عندي اسامي غريبه يعني انا من ضمن الحاجات انا وهاجر بنقعد كده مع بعض. هاجر ايه رايك نسمي الطبق ده ايه؟ طيب قنبله. احنا نشوف بس الطاجن بتاعنا كده يا ساره. استاذنك كده تقومي توري حبايبنا كده الطاجن بتاعنا عباره عن ايه. انا ممكن بس اخد المارجرينا. ايوه يا ريت. انا حبيت تكون الحاجه تبقى مقفوله عشان نجربها سوا. وبقول لجروبي كله بحبكم في المايك. يا ريت. طيب اوكي. انا عشان وقت البرنامج طبعا قررت ان انا اجيب الحاجه جاهزه. بصي يا ساره. ايوه بالظبط. يعني انت حاطه بقى دي هنفترض ان دي اكل باقي من الولاد. بالظبط. مكرونه فرن عاديه او مسلوقه بس. واللي باقي من الولاد احنا مكرونه مسلوقه عاديه وهنحط عليها بقى ايه الجبن بتاعتنا. انا اخترت احط سجق بس ك يعني. تمام مفيش مشكله. ازاز لا ده نفترض بقى هي لحمه مفرومه سجق اي حاجه موجوده. أوكي. هو الجبن كافيه وقت. اي نفترض ان دي بقى اكل باقي من الولاد عادي وهنعمله. تمام. ومعانا هنا وايت صوص هو اللي هو الصوص الابيض هو اخف من البشاميل بحاجه بسيطه. ممكن ما نحط شويه صوص عادي. بس هنفترض ان بس عشان يبقى جوسي الاطفال بتحب الحاجه تبقى سايحه. طب سريعا كده يا ساره بعد اذنك. بسم الله. احنا هنحط الوايت صوص اهو فوق كده على الوش. هيهمنا التجربه العمليه للجبنه. وهنفتح الجبنه. انا عايزه اوريهم بس الموتزاريلا. هو بسم الله ما شاء الله. احنا قررنا نحط الموتزاريلا وده طبعا تعبني جدا موضوع الطبق ده بس عشان يحافظ على شكل البشره للجبنه. هنستخدم موتزاريلا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. الجبنه هنا مبشوره تبقى عندك كلها مبشوره يا ساره. وفي ستاكس في اللي هي صوابع. ايوه. وفي قوالب في حاجات. تمام كتير. يعني متاح عندك كل حاجه. طب تمام. الجبنه كلها بانواعها. هنستخدم موتزاريلا اهي. تمام. اوكي. وده انا مش حابه احط. طبعا احنا هنا مش حاطين ما حطيناش كتير يعني حطينا يعني تقريبا 100 جرام تقريبا كده. وطاجن كبير يا جماعه يعني انتوا زي ما انتوا شايفين كده طاجن كبير حطينا عليه بس 100 جرام كنوع من انواع زي ما بنقول ايه بنبدل نوع الاكله. احنا عادي التدوير للاكله. طيب انا حتى مش هستخدم الفرن بقى يا ساره. انا مش هستخدم المكس. لا لا هو كفايه بس انا عايزه 100 جرام بس كده جبنه. أوكي. على طاجن كبير زي ده مكرونه فرن. مكرونه اي حاجه باقيه من الولاد. ارفعي الطاجن كده يا ساره وري الكاميرا بعد اذنك الاول. طب تمام. روحي بقى الفرن نحطه في الفرن. ساره هتدخل الطاجن الفرن وهنوريه لكم كميه الجبنه اللي طالعه منه وهم. يعني هي 100 جرام على طاجن كبير بنعمله اعاده تدوير بندخله الفرن يعني مش اقل من 5 دقائق ياخد وش بس الجبنه. وش بس يا ساره 4 دقائق 5 دقائق عشان ما تتحرقش. ايوه عشان حتى كمان تمط معاه وتبقى حلوه يعني. أيوة يا دوبك بس كده تسيح زي ما بنقول. بالظبط. عيب الناس كتير قوي فاكره ان الموتزاريلا بتخش الفرن مع الاكله. لا هي بتتحط في اخر 4 دقائق في الاكله يعني عشان احنا هاجر لو احنا مثلا بنعمل نوع اكل معين نسويه الاول وبعدين نحط يعني مش زي ما احنا متعودين. حتى كمان البيتزا برضه البيتزا بتخش الفرن وتخرج بس حطي في اخر 3 دقائق. دي معلومه مهمه على فكره. ضغط ان هي تسيح معاكي وخرجي وكلي على طول. لا دي معلومه مهمه. معظمنا بنعمل البيتزا ونحط عليها كل الحشوه ونحط عليها كل الجبن وندخلها بالزبط. فبتاخد سوى العجين. لا هو كده غلط. لا طبعا كده غلط. وحتى الفرق بين ان الجبنه بتمط وان هي بتتقطع منك. بتتقطع دي يعني كانت اتحرقت جوه الفرن. لما هي بتتقطع. برافو عليك. لما بتمط يبقى هي كده بس 3 4 دقائق في الفرن وخرجيها بس. تمام. يعني في اخر اكله مكرونه بقى بشاميل وايت صوص بيتزا اي حاجه. تمام. معجنات حتى اي حاجه. هتجوعتينا يا ساره. حاولي تاخد وشي على السريع يا ساره. عايزينها بسرعه يا ساره. حليت اعلى حاجه. احنا هنا برضو هاجر قالت لنا معلومه حلوه قوي ان البيتزا او اي معجنات او اي حاجه تاخد سواها الاول وبعد كده بنضيف عليها الجبن عشان يا دوبك الجبن تسيح زي ما بنقول. بس مش مجرد تسيح بس يعني في ناس بقى بتستنى ما تاخد لون بقى وتلاقيها عامله حركه وبتاع بتتقطع.
وكمان في نقطه مهمه برضو كمان عايزين نلفت نظر مشاهدينا ليها، ان الجبنه كمان مش بس لازم كمان تكون مش متفرزه. انا بشوف ستات بيوم بتطلعها من الفريزر على الطاجن على طول، ده غلط، ده غلط يعني. برضو بتعامل الجبنه برضو مش تستنى بس حبه كده عليها وتبدا تستخدمها، خليها ما تبقاش من الفريزر تفك خالص، ونبدا نحطها على وش المعجنات او المكرونه. انا مشتاقه جدا لعاده التدوير اللي صار، لان اهم حاجه عندنا في البيت قعده التدوير. والجبن دي على فكره يعني بتخلي الولاد تشجع الولاد، زي ما ساره قالت على الاكل. يعني انا لو عامله صينيه مكرونه والولاد ما كلوهاش، شويه جبنه زي اللي ساره عملتهم دول انا عايزه اقول لك فعلا احنا على الساعه 12 بالليل تلاقي شويه موتزاريلا على اي حاجه هوب وكل على طول، خلاص خلاص كده يعني. يعني حتى ساره بتحاول تعمل دايت، بس احنا ما عندناش حاجه اسمها دايت اصلا على الجروب. لا يعني انا في ناس تقول لي الدايت هيبوظ. لا يعني ايه دايت يا عم محمد؟ ما اعرفش اصلا يعني ايه دايت وفري بقى وما فيش الكلام ده خلاص. لا وبعدين انتوا اصلا عندكم بتنزلوا اصلا البوستات في مواعيد تجوع. يعني بالزبط. زي ما تكونوا انتوا قاصدين على فكره، دول ده شكله تسويق. ايوه بالظبط بتجوعونا فعلا. أيوة. وكمان عايزين نلفت نظركم ان مش بس ساره متخصصه في الجبن بس، لا ده عندها صوصات. ساره عندك ايه تاني يا ساره؟ حبك صوصات عايزاك انت، يا ريت انت اللي تيجي كده. تعالي كده يا ساره، هي واقفه في الفرن هنا. انا واقفه في الفرن. واقفه هنا في الفرن هنا. ساره قولي كده يا ساره، قولي لي ايه بقى عندك تاني غير الجبن تقولي المشاهدين عليه؟ اوكي، هو انا في البدايه عندي طبعا الجبن المصري كلها انتاج شركه جوستو، يعني كلها احنا عموما الشركه منقسمه الى اجزاء، في جزء للتصنيع، في جزء للتعبئه، وفي جزء للتوزيع. ده بالنسبه للجبن. الجبن او اي منتج هو بيروح للقسم اللي بيصنعه. تمام. يعني احنا دلوقتي مؤخرا دخلنا كمان الصوصات واللحوم. اللحوم كلها بلدي 100%، لدرجه ان انا عشان اضمن ان هي بلدي انا رجعت للي بيربي اصلا. احنا يعني بناخد من حد بيربي. طب وبنفس الوقت بي ساره انا ما عادش عندي وقت، قدامي دقيقه وهختم، عايزاكي تجيبي لي المكرونه حتى لو اخذت لون كده بسيط مش مشكله، عشان انا هنا جوعانه. عايزين سريعا يا ساره بعد اذنك، في ماسك عندك هنا ممكن تمسكي بالطاجن. طبعا انا احب طبعا اعيد عليكم مبادره تلتا كلين تاني. المبادره دي هايله يا جماعه، المبادره دي بمبلغ بسيط جدا 200 جنيه تقدري تفتحي او تبداي مشروعك بيه. وكمان عندنا شركه سولو المنتجات الورقيه بتعلن عن وجود وكلاء وموزعين، وعندنا كمان شركه جوستو طالبه وكلاء وموزعين. يعني يا حبيبتي ست البيت ما عادش عندك حجه خالص، تقدري تشتغلي باي شكل. شركه سولو للورقيات طالبه وكلاء وموزعين، شركه دلتا كلين طالبه وكلاء موزعين، بالاضافه لمبادرتها مبادره ست البيت الشاطره دي، مبادره هايله جدا. انا بصراحه من هنا من موقعي هذا بقول ان هي فعلا مبادره يمكن ما حدش بادر بيها. 200 جنيه تبداي مشروعك بيه دي حاجه هايله جدا. وتقدر طبعا تتواصلي مع ارقام المبادره ممكن من خلال الارقام اللي بتظهر على الشاشه، او ممكن ترجعي للحلقات السابقه من برنامجنا برنامج ست البيت. طبعا يا ساره معلش انا ما عادش عندي وقت، يا ريت هنا حطي الشوكه كده فيها يا ساره. حطي الشوكه كده فيها يا ساره. انا عايزاكي بس توريهم الجبنه، مطه الجبنه ما شاء الله. يعني ما اقولكوش 100 جرام جبنه كمان. شوكه لا شوكه كمان يا ساره كمان بعد اذنك، هي جوعتنا يعني معلش. شوكه كمان، بصوا جبنه رهيبه، مطتها عاليه جدا وطبيعي 100%. وطبعا بنرجع نقول طبعا الجبنه طبيعيه 100% بدون مواد حافظه. الاسعار تنافسيه جدا. تقدروا تخشوا على صفحه الجروب ايوه موتزاريلا جوستو. تقدروا تدخلوا عليها وتتواصلوا مع ساره، في ارقام للتواصل احنا نزلناها للتواصل مع ساره واجر لو طالبه. وطبعا ساره طالبه وكلاء وموزعين على مستوى الجمهوريه. حبيبتي ست البيت عندك فرص هايله جدا جدا، مالكيش اي حاجة عايزه تشتغلي هتشتغلي من خلال صفحتنا في الفيسبوك. وكمان عندنا ساره بتساعد اي ست بيت عايزه تعمل صفحتها او البيج بتاعها على الفيسبوك، تقدروا تتواصلوا مع ساره وهي هتقدر تساعدكم ان شاء الله من خلال تجربتها كاكاديميه ومعيده في كليتها باذن الله. حبايبي حبيبتي ست البيت انا مبسوطه جدا 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 بوجودي معاكي، اتمنى ان احنا ان شاء الله نتابع بعض باذن الله. وتقدري تتابعيني على قناتي ماجده شرف في برنامج ست البيت على اليوتيوب. تحياتي وفي انتظاركم يوم الاحد الساعه 1:30 مع الف سلامه.